السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله البنات تكونوا بخير، أموركم بخير دائما وأبدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم كيف وعدتكم في الفيديو ديال الروتين، غادي نعمل لكم يعني الكيكة اللي كنت عملت، ما حطيتش لكم المقادير والمكونات كلها. هاد الكيكة هادي كتسمى كيكة الشوكولاتة المجنونة، أو لا المهم هي كيك بدون بيض بدون حليب بدون زبدة، و كتخلط في القالب اللي كطيب فيه. ما عليكم الا تابعوا الفيديو حتى النهايه باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير ان شاء الله. اول حاجه كنقوم بها كناخذ القالب اللي غادي ندخلو الفران، هو فاش غادي نخلط الكيك وغادي ندخلو الفران، يعني ما كنخلطوش كيك في قالب وكنرجعوا للقالب الثاني، ولا يعني فقط الكيك اللي كنخلطوا فيه هو فاش هي فاش كطيب. عفوا هنا وضعت كاس ونصف من الدقيق او كوب ونصف من الدقيق، ممكن استعمال كاس العنبه باش تاخذوا القياسات كلها. المهم الكاس اللي خديتو به القياسات غتاخذوا به القياسات كلها. بعدها غادي نضيف 3 ديال الملاعق كبيره من بودره الكاكاو حتى هي غادي نغرب لها. هنا 3 المعالق كبار ديال البودره ديال الكاكاو، وفي الاول وضعت كاس ونصف من الدقيق. كنغربل هاد المكونات، كنبدا دائما بوضع النواشف هي الاولى، ومن بعد غادي نضيف يعني المواد السائله. هاد الكيكه هذيك بالماء وبدون بيض. بعدها غادي نضيف 2 ديال الملاعق كبيره من الخميره، خميره الحلويات، او 2 الاكياس ديال الخميره، تقريبا ما يعادل 14 غرام ديال الخميره اللي كنوضعوا في هاد الكيك. بالنسبه للناس المغرب راه الحلوه قيل 7 غرام يعني 2 الاكياس، وبالنسبه للناس اللي عندهم يعني العلبه كبيره ديال الخميره كيعملوا 2 ديال الملاعق كبيره. كنخلط المكونات كلها مع بعض، ثم غادي نضيف السكر. بالنسبه للسكر هنا غادي نضيف 4 ملاعق ديال السكر. 4 الملاعق ديال السكر كتجي شغنقول لكم يعني المذاق ديالها كيجي متوازن، ما كتجيش حلوه بزاف وما كتجيش ناقصه يعني في الحلاوه، يعني ممكن انكم تزيدوا السكر وممكن انكم تنقصوا على حسب الذوق ديالكم. كذلك هنا الدقيق كتكون فيه رشه من الملح، ضروري كتكون رشه من الملح. هنا كنضيف 5 ملاعق من الزيت، تقريبا واحد ثلث كاس ديال الزيت. كنضيف كاس وربع ديال الماء عادي، ما كيكونش ماء بارد من الثلاجه وما كيكونش ماء سخين، الماء عادي ديال الصنبور. كاس وربع ديال الماء، نفس الكاس اللي خدينا به القياسات ديال الدقيق هو اللي كناخذوا به القياسات ديال الماء. كنخلط المكونات كلها مع بعض، كما كيبان لكم نفس القالب اللي غادي نطيب فيه الكيك هو اللي غادي نخلط فيه. القالب اللي عندي هنا الحجم ديالو 20 سنتيم على 30 سنتيم تقريبا. كنحاول ما امكن ان الدقيق يعني ما يبقاش لي في القاع او القاعده ديال القالب. كنسخن الفران على حراره 180 درجه. النضج ديال هاد الكيك على حسب الفرن هو كياخد تقريبا واحد 35 دقيقه، ودائما على حسب النوعيه ديال الفرن. بعد ما كنخلط المكونات كلها مزيان كما قلت لكم فقط بالملعقه او الفرشيط، كنحاول ما امكن انني نرتب الجوانب ديال الكيك اللي كتكون طالعه. في واحد الكسروله كنوضع القشده الطريه، كنوضع هنا لكم الاختيار، فقط هذا انا عملت هذه الطريقه هذه. انتم ممكن تعملوا يعني التغطيه ديال الكيك باي طريقه بغيتوا. هنا عملت القشده الطريه غليتها ثم ضفت لها الشوكولاته، وغادي نخلط لحد ما كنحصل على واحد الصوص.
بالنسبه للبنات ممكن يستعملوا ياغورت ديال الفاني، يزيدوا له القطع ديال الشوكولات دايبه ويسقيو به الكيك. ممكن يستعملوا كذلك دانيت، يعني لكم الاختيار في الصوص اللي غادي تستعملوا فوق الكيك. هنا كنخلي هذيك الصوص كتبرد، الكيك ديالنا ها هو واجد، كنعمل فيه ثقوب وكنفرغ الصوص. الكيك كيكون سخون، الصوص كتكون بارده. كما قلت لكم ممكن تستعملوا دانيت، ممكن تستعملوا ياغورت ديال الفانيلا وتضيفوا له القطع ديال الشوكولات دايبه وتخلطوه مع بعض يعني تزينوا به الكيك ديالكم. كل واحد الذوق ديالو، كل واحد والموجود، يعني على حسب الموجود بطبيعه الحال. كناخذ هنا لوز ايفيلي، فقط كنهرمشو بيدي وكنزين به الوجه ديال الكيك. كنترك الكيك بالجنب لحد ما كتبرد، عاد كندخلها للثلاجه تكمل البروده ديالها، يعني كتبرد مزيان في الثلاجه. ما كندخلوش الكيك للثلاجه والكيك كيكون سخون، يعني الثلاجه غادي تخسر البنات. هنا الكيك بعد ما برد مزيان، اقل حاجه كنقولها لكم خليوه يبرد مزيان ساعه ونص ساعتين، ممكن ليله كامله، راه كيجي مزيان. هنا نقطع طريف ديال الكيك باش انكم تشوفوا يعني الشكل ديال هذا الكيك كيف كيجي. كيما كيبان لكم هو يعني ساهل وبسيط اقتصادي، وكيجي المذاق ديالو زوين بزاف. سواء جاتكم يعني عملتوها في قالب كبير وجات رقيقه كتجي لذيذه، سواء جات عاليه، يعني في جميع الحالات كتجي واحد الكيكه اللي هي لذيذه بزاف. كنتمنى ان هذه الفكره تعجبكم وانكم تجربوا هذه الكيكه هذه. شكرا لكم البنات وشكرا على متابعتكم.